فكان هذا اللقاء مع هذا المبدع الجميل. يا ستي يا ختيارة، يا زينة كل الحارة، حبيبي يلي بحبه ناطرني بالسيارة. يزن باختصار هو صوت وألحان الوطن. انت قاصة وبتكتبي قصص ولك علاقة بالأدب. وهي شخصية اشتغلت مع الأيتام ما يقارب 11 سنة 12 سنة. أنا بالنسبة لي بدي أروح يزن، بدي يفرغ هيك شوية من شحناته الوطنية. يا أن ضلك هني زوار جينا عدني إلى الحلم واليقظة والحنين الذي يمزقني فيك، ومن أجله أناضل وأضل أناضل. تنفيس يأتيكم في الأوقات التالية على A1 TV.